What is Lean Six Sigma؟ ماذا نعني باللين Six Sigma؟ Lean Six Sigma تنقسم من جزئين، الجزء الأول اللي هو جزء خاص باللين، وجزء الثاني اللي هو الخاص بالSix Sigma. اللين تعني إزالة الهدر والتركيز على عناصر الهدر في العمل والعمليات الموجودة عندنا. ما هي المهدرات للعمل والإنجاز للتحقيق؟ وهذه المهدرات الويست هذه في النهاية is cost على المؤسسة أو على أي شركة أو على أي جهة. السيك سيجما منهجية تركز على إزالة الفرييشن اللي هو اللي احنا بنسميه الحيود أو الارتياب في الأداء، بمعنى أن الأداء دائما متذبذب صاعد هابط يعيق أداء العمل. كل يوم العميل يجد، يعني حينما يضع العميل مواصفات معينة فيقول مثلا أبدي أخذ الخدمة خلال 20 دقيقة، يبقى توقعات العميل expectation تبع العميل أن يخلص الخدمة خلال 20 دقيقة. طب إذا ما أخذ، إذا أخذ الخدمة بعد 20 دقيقة، 30 دقيقة، 50 دقيقة، معنى ذلك وفي كل مرة عملنا قياس الأداء وجدنا أن هناك تذبذب في الأداء وحيود وارتياب في الأداء، في الفرييشن هذا الأب and داون في الخدمة من خلال السيك سيجما، نعمل قياس للأداء وبالتالي نعلم أن هناك في حيود في هذا الأداء، وهو الذي يقتل الجودة ويقتل الرضاء العميل ولا يحقق المتطلبات. فأنا لو ضبطت الهدر والاختلاف الاثنين مرج مع بعض فيديني حاجة بنسميها أداء روبستنج، يعني أداء قوي متين في تقديم العمليات التشغيلية عندي، سواء كنت صناعة سواء كنت زراعة سواء كنت خدمات، بإزالة الهدر والحيود في الأداء بشكل قياسي وبشكل عملي يحقق نتائج فائقة في الأداء. من هو التارجت أودين اللي هو المعنيين؟ كل ما هو موجود في المنشأة من بداية مدير عام المؤسسة ومدراء القطاعات ومساعديهم ومساعدي مساعديهم ومن يقدمون الخدمة للشخص اللي في الآن في المواجهة يعتبروا هم التارجت أودينس. كل من يعمل في التحسين والتطوير يعتبر هدف مهم للسيكس سيجما إن هو يحضرها أو يعرف إيش هي المعنى فيها. ما هي الصناعات أو ما هي الخدمات التي تستخدم لين سيكس سيجما؟ حقيقة لو أنا بدي أتكلم عليها الوقت ما حيقضينا، ده كل الخدمات الآن تتجه نحو اللين سيكس سيجما. أنا بجمعت زي ما تكلمنا منهجيتين، الويست والفرييشن، الهدر والحيود أو الارتياب أو في التذبذب في الأداء، بأن إحنا نضبط الأداء انضباطا دقيقا بأن يؤدي النتائج والتوقعات المطلوبة للعملاء أو المستخدمين من الخدمة فيحقق الرضاء العميل، لأن إحنا هدفنا في النهاية في الجودة هو إيه؟ تحقيق رضاء المتعاملين. فالقطاعات كلها سواء حكومية سواء كانت خدمية سواء كانت صناعية سواء كانت قطاع المستشفيات والخدمات الصحية سواء كانت قطاعات الطاقة والنفط ولا غيرها، سواء كان القطاعات الخاصة بالتعليم والتعليم العالي، كلها أصبحت تستخدم منهجية اللين سيكس سيجما كأداة لضبط إيقاع الأداء على مستوى التشغيلي والعملي للعمليات اللي هي موجودة عندها. هل هي أداة قديمة موجودة؟ هي سيكس سيجما قديمة قدم الأزل، يعني من قديما، يعني أيام زمان كانوا حتى بيدوروا أسهل طريقة بكيف يوفروا من الوقت ومن الجهد في الأداء. من اليابانيين بدأوا من في الصناعة كيف يسرعوا العمل ويخفضوا الوقت ويخلوا ما في أخطاء موجودة في العمل بشكل فعال يحقق في النهاية مزيد من النجاح في تحقيق منتجات وخدمات خالية من العيوب وبشكل غير مكلف، لأنه هدف في النهاية السيكس سيجما هو كلما أنت خفضت الويست وكلما ضبطت الأداء كلما ينعكس في النهاية على التكلفة وعلى ربحية الشركة أو على ربحية المؤسسة أو على يوفر خفض المصروفات الموجودة فيها، لأن هناك أنت بتعمل ضبط للأداء. طيب هل هناك منهجية للسيكس سيجما؟ الإجابة نعم، هناك منهجية، 3 منهجيات رئيسية للسيكس سيجما، وهي يسمى الدمك موديل وهذا الرئيسي، وبعدين في منهجيتين ثانية خاصة بالديزاين والبروسيسز اللي هي أخرى تتاخذ إن شاء الله على مستوى الحزام الأسود أو على مستوى الماستر بلاك بيت.
سيكس سيجما مانجمنت سيستم، بمعنى ان السيكس سيجما هو نظام اداره ونظام قياده ونظام عمل يساعد المنظمات على تحقيق الاتي. رقم واحد من اللي اخذها من اليسار الى اليمين، سيكس سيجما هيلبس امبروف ذا بروسيس، تحسين العمليات، الاين وذ استراتيجيك اوبجكتيف. فلو احنا هدفنا في استراتيجيه المؤسس هو تطوير اداء العمل، اصلا الطرق لتطوير اداء العمل هو السيكس سيجما، لانها بتطور اداء العمل، بتفعل اداء العمل، تربطها بتحقيق اهداف المنظمه، بارتفاع مستوى الجوده، تحقيق رضاء العملاء، اللي في النهايه يحقق الربحيه، او هدفنا تخفيض الهدر او الويست في اداء العمل. اذا هي تساعدنا للامبروف البروسيسز او العمليات وتوافقها مع التخطيط الاستراتيجي لداخل المؤسسه، لان اي مؤسسه في النهايه حينما تريد أن تضع استراتيجية فاستراتيجيتها تقوم على أسس استغلال الفرص، هذه رقم واحد. ففرص، إحدى الفرص الأساسية هو التطوير والتحسين والتغيير، هذه مهمة بالنسبة للمؤسسة. كمان إحدى المعوقات الموجودة ونقاط الضعف تحاول أن تزيلها وتحولها إلى نقاط قوة من خلال السيكس سيجما تساعدها على ذلك. إذا السيكس سيجما كمان helps teams to focus on those projects، لأن السيكس سيجما تقوم على مشاريع، يعني اللي حدثوا معانا السيكس سيجما في البلاك بيلت او الجرين بيلت او الماستر بلاك بيلت يكونوا عارفين انه عندنا مشاريع، فمنهجيه السيكس سيجما بتشتغل على بروجكت، كل بروجكت يعتبر له هدف وله امباكت وله اثر على الاداء او على البيزنس جول او على اهداف المؤسسه. فمؤشرات قياس الاداء ترتبط بتحقيق النتائج التي بتوصل عليها السيكس سيجما. نمره كمان ثلاثه، السيكس سيجما انشور ذات ذا اورجانيزيشن شيف فاست امبروف اند بزنس ريزلت. طبعا النتائج شيء مره مهم، كل مؤسسه بتدور على النتيجه اللي تبغى توصل لها، كيف تبغى تحقق النتيجه دي؟ النتيجه هو الهدف النهائي، الاند ريزلت اللي تبغى توصل عليه المؤسسه. فكلما تركز سيكس سيجما تساعدنا على ضمان تحقيق جوده، تحقيق النتيجه بشكل اسرع، اقل تكلفه واقل هدر وبدون عيوب وبرضا تحقيق المستفيدين والمتعاملين. كمان ايضا سيكس سيجما في النقطه الرابعه استابليش ميكانيزم، بتدينا منهجيه تو انشور ذات تو اتشيف امبروف اند سستين لونج. طبعا هنا نقطه مره مهمه هو موضوع السستيننج، حلو انك تنجح، حلو انك تحقق تطوير وتغيير، لكن سستيننج التغيير از ذا كي ووردز، يعني هذه الكلمه الحقيقيه اللي احنا بنستمر بها. انت عملت سياسه للجوده وعملت نظام للجوده وعملت اداء للجوده، لكن السؤال هل هو سستيننج؟ يعني هنا نبدا نتكلم على ان معايير السيكس سيجما هي بتساهم على السستيننج، هذا اللي هو استمراريه اتساق التطوير والتغيير والتحسين المستمر الذي لا ينقطع عند حد ابدا، وعلى فين؟ على اللونج ران، على المدى الطويل، لان السيكس سيجما ما بتنظر على المدى القصير انما بتنظر على المدى الطويل. حضر معانا دورة البلاك بيلت أو جرين بيلت أو الماستر بلاك بيلت هيعرفها في تقنيات السيكس سيجما.